السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي إلى حلقة جديدة من حلقات تعليم الأردوين. بعد الخلل الفني الذي حدث على اللايبرري التي حملناها سابقا في الفيديو السابق، ظهر أنها لا تعمل. كلما نعمل كومبايل للبروجرام يعمل ايرور، فالآن سوف نقوم مع بعض بتحميل لايبرري جديد ويعوض قليلا، يقوم بنفس العمل تقريبا لايبرري السابق. إذن كل ما عليك أن تذهب إلى سكتش، include library، manage library، تنتظر قليلا للتحميل، بعدها تكتب بعدها تقوم بتحميل بالضغط على هون انستول. بعدما تقوم بتثبيت هذا اللايبراري تذهب الى examples، الان تظهر عليك عندك LCDIC2 هالو وورد، يظهر عندك الكود بهذا الشكل. تعمل كومبايل، نتأكد أنه يشتغل تمام. الآن نقوم بتحميل الكود على، إذا كما تشاهدون تظهر الكلمة هالو وورلد تظهر على الشاشة. طبعا الشاشة باللون الأصفر يصعب تصويرها، لهذا أنا اليوم استخدمت شاشة الموبايل. وهذا أيضا الكود الجاهز. إذا أردت أن تكتب مثلا السطر الأول والسطر الثاني عليك الاكتفاء بهذا، أو إذا أردت مثلا أن تكتب في الفويد لوب أن الشيء يتغير، الكتابة تغير بعد 6 ثواني، نقوم بتحميل تحميل الكود مع بعض. طبعا كما تشاهدون هذا هو تاريخ اليوم، بعد 6 ثواني تتغير. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة.